عندنا، ولازم تكون في لجنه مهمه جدا هي افتتاح ولا ختام للبطوله. يعني بتكون منظر البطوله او بدايه البطوله بيكون افتتاح البطوله نفسها. نتكلم على افتتاح البطوله نفسها. والله ما طبعا احنا اول اجتماع قعدت فيه مع اللجان احنا اتكلمنا بشكل عام عشان برضو اقول لحضرتك على اهدافنا ايه. كويس. يعني حددنا اهداف من ورا البطوله دي. هايل. فقلنا في ثلاث اهداف للنادي الاهلي. الهدف الاول ان انت تخرج البطوله بالشكل اللائق اللي يليق باسم النادي الاهلي وباسم مصر، لان ده حدث هايل. افريقي، يعني انت في النهايه مش حدث محلي. فالحدث ده متشاف من كل الدول الافريقيه وكمان متشاف من الاتحاد الدولي، لان النادي الاهلي من المرشحين يعني من الاتحاد الافريقي لتنظيم كاس العالم للكره الطائره سواء رجال او سيدات اللي هيبقى في كمان ساعتين. ده خبر حصري ده الاهلي. النادي الاهلي طبعًا. من المرشحين طبعا. فانت الاتحاد الدولي كمان يعني بيتابعك في البطوله دي. طبعا. فانت في النهايه لازم تطلع حاجه تليق باسم النادي. ده رقم واحد. كويس. رقم اثنين، احنا كان عندنا هدف ان احنا ازاي برضو النادي الاهلي ما شاء الله يعني غني بالبنيه التحتيه وغني ان هو عنده الـ كل الملاعب والصالات والتجهيزات اللي تستقبل اي حدث، والقدره البشريه والقوه البشريه تستقبل اي حدث. بس برضو الخبرات دي عايز تمزجها بالشباب. فاحنا قلنا برضو الفكره كانت الجديده عندنا احنا في كل لجنه مثلا في رئيس لجنه ومقرر وثلاث اعضاء. الثلاث اعضاء دول قلنا لازم في عضو فيهم وجه جديد خالص، شاب سواء ولد او بنت ليهم خبرات في المجال بتاع اللجنه نفسه. هيل. بحيث ان انت الشباب دي تخش جوه اللجان وتبقى واخده خبرات من الرؤساء اللجان اللي هم اوريدي اشتغلوا سنين قبل كده في النادي في تنظيم البطولات. فيبقى عندهم الخبره ان هم يخشوا يكملوا ويتواصلوا في عمليه تنظيم البطولات للمستقبل. فانت بتبني حاجه لقدام برضو. جيل بيسلم جيل، دي حقيقه، ودور الشباب دور مهم جدا، وتعليمهم دلوقتي كمان 10 سنين هيقودوا النادي اكيد طبعا. اكيد ده حاجه كويسه جدا.